السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد من قناة أنيمال وورلد. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال دايما يا رب. أحب أبلغكم بس ببعض المستجدات كده في القناة بالنسبة للمشتركين. معلش، حبيت بس ايه أمسح كل التعليقات ووقفت كل التعليقات، لأن فيها فعلا إهانة لوالدتي ووالدي، فعيب عيب جدا جدا لو أي مشترك اتحط مكان في صاحب القناة وهو اتشتم شتيمة وحشة. طبعا هيعمل أكتر من كده. انا مستمر في القناة لاسباب معينة. انا مستمر في القناة مش عشان فلوس، والله ما خدت حاجة من اليوتيوب، اقسم بالله ما خدت حاجة من اليوتيوب. انا مستمر في القناة لبعض الاشخاص اللي عايزة تسمع كلامي، اللي مش عايز يسمع كلامي والله ما هزعل، يقدر يسحب الاشتراك من القناة. بالنسبة اللي عايز يتكلم معايا وعايز يستفسر على اي حاجة تخص الطب البيطري، الصفحة الشخصية بتاعت الفيسبوك بتاعتي هتسيبها تحت الفيديو ان شاء الله بإذن الله. اللي عايز يتكلم معايا اهلا وسهلا بيه، على راسي طبعا فوق دماغي. اللي عايز يتكلم معايا الصفحة بتاعت الفيسبوك بكرر تاني تحت في الوصف بتاع الفيديو، يقدر يتكلم معايا بسهولة وانا ارد عليه في اي وقت. فيديو النهاردة هيتكلم عن انواع البولدوج، ناس كتيرة طلبته مني وحبيت اعمل الفيديو ده بهدي الناس دي. فيديو النهاردة بيتكلم عن انواع كلاب البولدوج. لو عايز تعرف وصف اكتر عن الكلب البولدوج ارجع للفيديو القديم. انا هتكلم النهارده عن انواع الكلب البولدوج. الكلب ده كمجمل معروف ان هو بيحب الاندماج من صغره على مع الكلاب التانية او مع الحيوانات الصغيره لو كانت ربى معاهم من الصغر. كان زمان الكلب ده بيستخدم لصيد الخنازير البريه وصغار الدببه والجاموس البري، منهم الامريكان بولدوج. الامريكان بولدوج بيتميز ان هو اطول سلاله كلاب البولدوج واكثر مرونه، ويقال ان هو يقدر ينط مسافات بعيده. كلب مليان عضلات في راسه، فكه قوي جدا، خفيف الحركه، كلب كويس جدا، كلب مطيع، سهل التدريب لو انت دربته في سن 45 يوم بعد الفطام. الكلب ده عايز منك تدريبات بدنيه وعقليه عشان يبقى كلب سهل التعامل معاه مش صعب، وبيوصل لعمر 16 سنة وبيوصل لطول 65 سم. ثانيا الانجليش بولدوج، الجزء الامامي بتاعه راس والصدر اكبر من الجزء الخلفي بشكل كبير قوي، طوله بيوصل ل 35 سم، بالنسبة للوزن 23 كيلو، وبتبقى رجله قصيرة وبيبقى كل جسمه تجاعيد، وعمره بيوصل ل 10 سنين، وفي عيوب جسدية ومشاكل في التنفس بيجي بيها، لو جري كتير ممكن قلبه يتأثر بشكل كبير. تالت نوع هو البولدوج الفرنسي او الفرنش بولدوج، هو اصغر سلالات البولدوج. عن ليه شهرة مسبقة ان هو مطيع جدا جدا وذكي جدا ونشيط جدا، وممكن يبقى كلبك المثالي لو دربته كويس. رغم ضئيل حجمه الا انه كلب ليه شخصية قوية جدا جدا. فيديو النهاردة خلص، يا رب ما حد يزعل مني في الكلام اللي قلته في الاول، بس ما حدش هيتقبل الاهانة. صفحة الفيس الشخصية بتاعتي هسيبها في الوصف اسفل الفيديو. كان معكم دكتور محمد، السلام عليكم.